نبدأ المحاضرة اليوم. محاضرة اليوم تكملة لما أخذناه بالمحاضرة السابقة اللي هي الفصل الثاني للستيم باور بلانت سايكلز. اليوم رح ناخذ المين تمبرشر اوف هيت اديشن. الحقيقة هذا تعريف مهم على مود نعرف شلون نقدر نتحكم ببعض البارامترات الغاية من التحكم هذا، تحسين الكفاءة الحرارية للمحطة البخارية، ومن هذه البارامترات نتحكم بها اللي هي تأثير السوبر هيت تمبرشر وتأثير ضغط الدخول للتربين، وأيضا ناخذ فكرة عن مبدأ الريهيت وكيف يعمل. ثم بعد ذلك نحل المثال الثاني تطبيق لمحاضرة اليوم، والمحاضرة القادمة إن شاء الله نكمل موضوع الريجنريشن وما بعده. نبدي بأول موضوع محاضرتنا هذه اللي هو المين تمبرتشر اوف هيت اديشن. في دورة رانكن يتم إضافة الحرارة بإجراء الانعكاسي اللي هو بثبوت الضغط، مثل ما تلاحظون بالشكل 2-4 أمامكم. نلاحظ مخطط الـ TS Diagram والإجراء الإضافة الحرارة للمرجل بالمحطة البخارية هو من 4-1 اللي هو إجراء ثبوت الضغط. بينما أخذنا سابقا في دورة كارنوت كان إجراء إضافة الحرارة بثبوت درجة الحرارة اللي هو سميناه Isothermal Heat Addition. في رانكين سايكل إجراء إضافة الحرارة هو بثبوت الضغط اللي هو مرسوم أمامكم بالمخطط أو بالشكل 2-4 من 4-1. مثل ما تلاحظون أمامكم إجراء ثبوت الضغط، صح الضغط ثابت لكن درجة الحرارة من 4 إلى هذه النقطة تزايد شوية شوية، وبعدها تثبت يبدي الغليان، ثم بعد ذلك يبدي تحميص البخار اللي هو رفع محسوس لدرجة الحرارة إلى أن يوصل للنقطة رقم 1 اللي هي نقطة دخول إلى التربين. فإذا درجة الحرارة متغيرة، المساحة تحت المنحني 4-1 في مخطط TS Diagram تمثل كمية الحرارة المضافة لهذا الإجراء اللي هو في الدورة البخارية. طيب هذه المساحة إذا قسمناها على دلتا S اللي هي S1-S4 راح نحصل على قيمة افتراضية نسميها T-1. فإذا T-1 هي معدل درجة الحرارة اللي تتم بإضافة الحرارة إلى المرجل، وهي ليست حقيقية وإنما افتراضية، فتقيمة افتراضية راح نستخدمها بعد شوية مثل ما راح نشوف. فالشكل 2-4 يوضح موقع T-1 بالنسبة لرسم TS Diagram، تكون هي ما بين نقطة 4 والنقطة 1 في الشارت أو في الفيجر TS Diagram. طيب إذا المساحة المحصورة تحت المنحني 5-6 هي نفس المساحة المحصورة تحت المنحني 4-1، وهاي المساحة مثل ما قلنا تمثل كمية الحرارة المضافة في المرجل اللي هي نفسها للمحطة اللي هي Q added. إذا الـ Q boiler تساوي نقدر نقول H1-H4 وتساوي T-1 اللي هي مساحة المستطيل تحت منحنى TS diagram T-1 في S1-S4. طبعا المساحة المنحني إلى أن توصل إلى محور السينات اللي هو الـ S diagram. إذا من هاي العلاقة نقدر نستنتج إنه T-1 اللي هي موضوعنا لهذا اليوم الـ Mean Temperature of Heat Addition شلح تساوي H1-H4 تقسيم S1-S4. وبنفس الشكل نقدر نحسب الـ Heat Rejection بالـ Condenser. Q Condenser تساوي H2-H3 على اعتبار انه الاجراء بالتربين هو مثالي ايزوتروبيك
بالرانكين سايكل المثالية، ودرجة الحرارة هي من قاعها ثابتة ما تتغير مثل ما تغيرت بالبرجة. فإذا ماكو داعي نسوي تي مين تو ماكو، لأنه هي أساسا ثابتة. فإذا الكيو كوندنسر راح تساوي المساحة المحصورة تحت المنحني من 2 إلى 3 نزولا إلى محور الألسينات اللي هي تمثل لك H2-H3، وتساوي T2 اللي هي ثابتة اللي هي مساحة المستطيل نفسها في S1-S4 أو نقول S2-S3 لأن هي نفسها. إذا مثل ما أخذنا سابقا حسب التعريف، كفاءة رانكين سايكل تساوي 1-Q-Condenser على Q-Boiler، أو ممكن نقول Q-Rejected على Q-Added، وتساوي 1- نبدل كل قيمة مثل ما حسبناها بالأعلى، الكيو كوندنسر نبدلها بهاي المعادلة اللي هي T2 في قوس S1-S4، والكيو بويلر نبدلها مثل ما المعادلة الأولى اللي هي T-1 في S1-S4. مثل ما تلاحظون هذين الأقواس هي نفس القيمة، تنشطوا من البسط والمقام، فاللي تبقى T2 على T-1. إذا كفاءة رانكين راح تساوي 1-T2 على T-1، حيث أن T2 تمثل لك درجة الحرارة اللي تبعدها طرح الحرارة إلى المحيط الخارجي. مثل ما نلاحظ من هذه العلاقة أنه كفاءة رانكين تعتمد على قيمتين T2 والT-1. T2 هي مثل ما قلنا درجة الحرارة اللي التم بها طرح الحرارة إلى المحيط الخارجي، ومثل ما تلاحظون أمامكم هي دالة لضغط المكثف، دالة لضغط المكثف اللي نقدر نوجدها بمعرفة ضغط المكثف. نروح للجداول ندور على درجة حرارة التشبع المقابلة لضغط المكثف، أو بالعكس T2 إذا كان عندنا موجود درجة الحرارة نروح لجداول البخار نشوف ضغط التشبع المقابل لT2، وراح نلقى جداول البخار اللي هو بريشر مال كوندنسر. نلاحظ كل ما تنخفض T2 من هاي العلاقة، من هاي العلاقة أمامكم T2 كل ما تنخفض هذا المقدار T2 على T-1 أيضا راح تنخفض، وبالنتيجة كفاءة دورة رانكين راح تزداد. إذا كل ما تنخفض درجة T2 بثبوت T-1 راح نتوقع الزيادة بالإفشنسي مالت الرانكين سايكل، بمعنى أنه كل ما تنخفض T2 معناها راح ينخفض وياها ضغط المكثف. إذا نتوقع كل ما كان ضغط المكثف واطئ كل ما كانت حرارة دورة أو الكفاءة الحرارية لدورة رانكين تزداد. طيب T2 اللي هي كثافة أو درجة حرارة تكثف البخار بالمكثف، شلون نقدر نخفضها بالمحطة؟ تبريد المكثف يتم عن طريق ماء التبريد اللي يجي عادة من النهر، وبالنتيجة درجة حرارة ماء التبريد أو درجة حرارة النهر هي اللي راح تأثر فعليا في قيمة T2 بالمكثف، درجة حرارة تكثف البخار في المكثف. فمثل ما تعرفون درجة حرارة النهر أو درجة حرارة البيئة، لأنه هو النهر هو بالبيئة صاير بالسراوندينج للسيستم، تتغير درجة حرارة الماء النهر، بالصيف تكون مرتفعة وبالشتاء تكون منخفضة. إذا نتوقع درجة مقدار الكفاءة الحرارية للدورة البخارية بالشتاء تكون قيمتها أعلى من المقدار الكفاءة الحرارية دورة رانكين فيما لو كانت بالصيف. إذا منو اللي يحدد قيمة T2؟ درجة حرارة البيئة الخارجية اللي هي متمثلة بدرجة حرارة النهر إذا كان تبريده على المي، وإذا كانت تبريد المحطة بواسطة الهواء Air Cooled Condenser، وبالنتيجة راح تكون درجة حرارة الجو الخارجي هي اللي تأثر على مقدار T2. إذا إحنا ما راح نقدر نتحكم بكيفنا بدرجة حرارة T2، البيئة هي اللي تتحكم. إذا كفاءة دورة رانكين هي function of T-1 only. إذا المقدار الوحيد اللي إحنا ممكن نتحكم به اللي هي مقدار T-1، ومثل ما نلاحظ أمامكم T-1 صايرة بالمقام. كل ما ترتفع T-1 هاي الكسر راح تقل قيمته، وبالنتيجة راح ترتفع الكفاءة الرانكين سايكل. إذا T-1 كل ما تزيد بثبوت T2 راح تزيد
الكفاءه الحراريه للراكن سايكل. اذا درجه الحراره المعدل تي مين 1 كل ما تزيد قلنا تزيد الكفاءه الحراريه للدوره البخاريه لكفاءه راكن سايكل. اذا نلاحظ انه التي مين 1 هناك عدة عوامل تأثر على زيادة مقدارها. أول عامل احنا ناخذه اللي هي الإفكت أوف سوبر هيت. زين، مثل ما تلاحظون أمامكم، لنفرض أن الدورة البخارية تنتهي أو يخرج البخار بالنقطة رقم واحد من البرجل ويدخل إلى التربين حسب الرانكين سايكل آيديال آيزوتروبيك إكسبانشن إلى النقطة رقم اثنين. لو رفعنا درجة الحرارة من T1 إلى 1 داش، لو زيدنا درجة حرارة دخول البخار إلى التربين بثبوت الضغط، راح نلاحظ أنه الخط الإجراء راح ينحرف نحو اليمين، وبالنتيجة راح يصير إجراء بالتربين إجراء أيزوتروبيك أيضا من نقطة 1 داش إلى 2 داش. زين، هذا الزيادة درجة حرارة تحميص البخار راح تؤدي إلى زيادة في مقدار الهيت أديشن بالبويلر. إذا مقدار المساحة المحصورة تحت من 4 إلى 1 داش راح تكون أكبر من قيمة المساحة المحصورة تحت المنحني من 4 إلى 1، وبالنتيجة لما نزيد المساحة مقابلة راح يصير تغيير بسيط في دلتا اس اللي هي من 2 إلى 2 داش. وبالنتيجة لو نحسبها راح نلاحظ إنه التي مين 1 بالحالة الثانية اللي هي من 4 إلى 1 داش صارت أعلى من تي مين 1 من 4 إلى 1. إذا بهذا الشكل كل ما زيدنا درجة حرارة تحميص البخار في المرجل راح نتوقع أنه زيادة في الكفاءة الحرارية بسبب زيادة في معدل درجة الحرارة تي مين اللي تتم بها الهيت أديشن بالمحطة. بنفس الوقت نلاحظ هذه الزيادة بدرجة الحرارة خلت إجراء التمدد بالترباين ينحرف نحو اليمين، وبالنتيجة الدراينس فراكشن في النقطة 2 داش صارت قيمتها أعلى من ما كانت عليه في النقطة 2. إذا قيمة الأكس بالاثنين 2 داش نتوقعها خلينا نقول 98% أو قريبة من هالرقم، بينما الأكس 2 أقل من ذلك ممكن تكون 80% أو 90%. هذا الشيء راح يسبب في تحسن اداء التربين بسبب انه البخار اللي يخرج من التربين راح يكون اكثر جفافا، وبالنتيجه ما راح يصير بتاكل بريش التربين وراح يطول بعمره، والكفاءه الحراريه والكفاءه الايزوتروبيك للتربين راح تتحسن نوعا ما. اذا رفع السوبر هيت تمبرتشر بالمحطة راح يؤدي إلى رفع الكفاءة الحرارية للمحطة وأيضا تحسين أداء التوربين البخار. نلاحظ أو ندرس عامل آخر اللي هو تأثير ضغط الدخول للتوربين عن طريق رفع أو زيادة ضغط البرجل. نلاحظ بالمخطط هذا من 4 إلى 1 خلينا نقول P1، بعدين زيدنا ضغط الدخول إلى قيمة أعلى اللي هو P2، فبالنتيجة نقطة 4 راح تزحف نحو الأعلى إلى نقطة 7، والنقطة 1 لو ثبتنا درجة الحرارة T1 راح تصير موقعها بالنقطة رقم 5 اللي هي الجديدة. فإذا النقطة رقم 5 هي نفس درجة حرارة T1 لكن بضغط قيمته اعلى اللي هو P2. فالحين خلينا نشوف شنو تاثير زياده الضغط بالمرجل على الكفاءه الحراريه. لاحظ اول شيء اجراء التمدد بالترباين انحرف نحو اليسار، هاي واحد، ولكن بالمقابل المساحه المحصوره تحت المنحني من 7 إلى 5 اكيد راح تكون قيمتها اعلى من المساحه المحصوره تحت المنحني من 4 إلى 1 بسبب ارتفاع هذا الخط الأفقي اللي قريب على P1 أو P2. فبالنتيجة لح نتوقع أنه زيادة ضغط المرجل
وبالنتيجة أيضا تشوفون أمامكم من واحد تزحفت نحو اليسار، وبالنتيجة دلتا أس نوعا ما قلت، والمساحة المحصورة تحت المنحني أكو بيها زيادة طفيفة، وبالنتيجة هذا راح يأثر على زيادة قيمة الـ T mean 1 أو درجة الحرارة أو معدل الحرارة اللي يتم به إضافة الهيت للمحطة، وبالنتيجة زيادة الكفاءة الحرارية للمحطة. لكن أكو هناك جانب سلبي، وهو كل ما نرفع ضغط المرجل بثبوت الحرارة T1 راح يؤدي إلى شيفتنج للإكسبانشن لاين للتربين نحو اليسار، وبالنتيجة راح تكون حالة البخار اللي يخرج من المحطة بمقدار بالنقطة 6 اللي هي يمتلك اكس 6 دراينس فراكشن نوعا ما اقل بكثير مما كانت عليه سابقا في الحالة 2 اللي هي اكس 2. فاذا زيادة ضغط المرجل راح يؤدي الى تحسين الكفاءة الحرارية، وايضا راح يؤدي الى تردي او انخفاض في اداء التربين بسبب كون انه الاكس 6 نسبة الجفاف في النقطة رقم 6 اقل بكثير من النقطة رقم 2. هذا راح يؤدي الى تكون عدد كبير او اكثر من قطرات الماء اللي تخرج من التربين، وهذه القطرات عندما ترتطم بريش التربين اثناء دورانه تسبب تآكل، وبالنتيجة عمر التربين راح يقل والكفاءة الايزوتروبيك الى راح تقل جدا. فاذا ما مسموح بشكل عام للموشتر كونتنت بالخروج من البخار من التربين انه يتجاوز 12%. فاذا احنا لازم ندور في الطريقة انه شلون نقدر نحصل زيادة بكفاءة الحرارية للمحطة، وبنفس الوقت زيادة في الحفاظ على اداء التربين انه ما تنخفض نسبة الجفاف عند خروجه من التربين أثناء زيادة ضغط المرجل. هذا الشيء نقدر نحصل عليه من مبدأ الريهيت. الريهيت مثل ما تلاحظون مرسومة المحطة أمامكم على اليسار، وعلى اليمين مرسوم خطة تي اس دايجرام لمحطة تعمل بمبدأ الريهيت سايكل. لنفرض أنه أنت عندك درجة حرارة تي 1 أعلى ما يمكن حصلت عليها. بالمناسبة درجة الحرارة تي 1 احنا مو بكيفنا نعالج قد ما نقدر، لسبب انه كل ما نعلى درجه الحراره لدخول البخار الى التربين معناها راح نزيد من خطوره مثل ما تعرفون انه المعادن اللي متكونه منها المبادرات الحراريه بالمرجل او ريش التربين كلها تذوب او تتلفي او تحترق، يصير بها اوفر هيت لمقدار معين من درجة الحرارة. فلازم أكو ليمت عندنا تحدد طبيعة المعادن اللي متكونة منها الأنابيب ومكونات أجزاء التربين أو البويلر. نرجع لموضوعنا أنه الشكل أمامكم اللي هو تي اس دايجرام اللي محطة تعمل لمبدأ الريهيت. قلنا سابقا أنه النقطة 1 اللي هي دخول التربين، إجراء التمدد في التربين هو إجراء ايزوتروبيك، وبالنتيجة خروج البخار من التربين من النقطة رقم 14. فصح إحنا من زيدنا ضغط المرجل حصلنا على زيادة في الكفاءة الحرارية، لكن بالمقابل الأكس دراينس فراكشن للبخار اللي يخرج من التربين أيضا قلت، وبالنتيجة لازم نحسن من هالموضوع. لو تلاحظون امامكم ممكن انه اجراء التمدد بالتربين نستمر وياه الى ان نوصل الى نقطة 2 اللي هي قريبة من خط التشبع، وفي هذه النقطة ممكن انه يخرج البخار من النقطة رقم 2 من التربين ويعاد تسخينه في المرجل، وبالنتيجة يخرج من المرجل بالنقطة رقم 3. طبعا هذا اعادة التسخين يتم في بثبوت الضغط، يعاد تسخينه الى النقطة رقم 3 اللي هي درجة حرارة 3، وبالنتيجة يكمل تمدده في الجزء الثاني من التربين اللي هو يسمون لو بريشر تربين، وبالنتيجة راح يصير اجراء التمدد بالتربين لو بريشر تربين اللي هو من 3 الى 4. اذا خرج البخار من التربين ككل
النقطه رقم 4 اللي هي الدراينس فراكشن مالتها نوعا ما عاليه، وهذا جيد للتربين. اذا بمعنى اخر ممكن تجزئه التربين الى جزئين، جزء هاي بريشر تربين وجزء لو بريشر تربين. الهاي بريشر تربين يدخل الا البخار بضغط عالي ودرجه حراره عاليه، ويخرج من عنده من نقطه 2 اللي هي تكون قريبه قبل ما تدخل الى منطقه البخار الرطب، يخرج البخار من هنا يصير لاعاده تسخين او اعاده تجفيف، خلينا نقول بمعنى المفهوم، في المرجل الى يكون هذا المبادل الحراري الريهيتر كويل قريب من منطقه السوبر هيتر اللي هي في نفس درجه حراره الغاز العادم بالمرجل، وبالنتيجه راح يكون اضافه حراره بثبوت الضغط الى النقطه رقم 3 اللي هي تدخل الى لو بريشر تربين، و يصير تمدد اخر باللو بريشر تربين الى نقطه الخروج رقم 4. وبهذه الحاله انه ضمننا انه راح يكون مرتين يكون اضافه الحراره في المرجل، مره من 6 الى 1 ومره ثانيه بالريهيتر من 2 الى 3. اذا كميه الحراره المضافه بالمحطه راح تكون اكثر من السابق، و دلتا اس نوعا ما ايضا زادت، وبالنتيجه راح نحصل على زياده في مقدار تي مين 1، وهذا يؤدي الى زياده الكفاءه الحراريه للمحطه، وبنفس الوقت حافظنا على ارتفاع في الدراينس فراكشن لخروج البخار من التربين. واضح؟ هذا الشكل امامكم اللي هو الشكل اليسار الاعلى اللي هو مخطط المحطه تشتغل على مبدا الريهيت، وشكل اليمين الاعلى اللي هو تي اس دايجرام، والشكل اللي في الوسط للاسفل اللي يمثل لك علاقه التغير بالسايكل افشنسي لما تشتغل على مبدا الريهيت بتغيير قيمه الريهيت بريشر نسبه الى الانيشال بريشر. هذا الاكس اكسس ما حطوا ارقام مثلا من 0.2 الى 0.8 بار، لكن حطوه بشكل قيمه لا بعديه تعتمد على الانيشال بريشر او نقطه البي 1 قيمتها بريشر 1 ضغط الدخول الى التربين. فاذا بي ريهيت على البي 1 هاي القيمه، بمعنى كل ما نزيدها كانه تنزيد قيمه الريهيت بريشر، وكانه تنزيد قيمه البي 2 او البي 3. كل ما هذا الكيرف ما الريهيت يعلى او يقل، نلاحظ شنو تأثيره على هل اكو زيادة او نقصان بالكفاءة الحرارية للمحطة. نلاحظ في مكان معين لما تكون هاي النسبة بي ريهيت الى البي 1، او خلينا نقول اذا ثبتنا البي 1، كأنه كل ما نزيد قيمة الريهيت الى قيمة تقريبا توصل الى هاي القيمة راح تكون اعلى زيادة بالكفاءة الحرارية للمحطة، اللي هي تقريبا تكون القيمة هذه قريبة 25%. وبعدها كل ما نزيد قيمة الريهيت بريشر راح تنعكس، وبالنتيجة الكفاءة الحرارية راح تبدي تنخفض بالتتابع. إذا الأوبتيموم قيمة الأوبتيموم للريهيت بريشر يكون ربع قيمة ضغط الدخول للبويلر إلى التربين. طبعا هذا الكيرف صار عن طريق بحوث وليس استنتاج نظري. ونلاحظ ايضا درجة حرارة تي 2 والدراينس فراكشن للبخار شلون تتغير كل ما تزيد ضغط الريهيت تبدي تنخفض شوي شوي. التحليل الحراري لدورة بخارية تعمل على مبدأ الريهيت مثل ما تلاحظون امامكم، هذا المخطط لريهيت سايكل ايديال ريهيت سايكل، ودي اس دايجرام المقابل لها، وتشوفون النقاط بالتي اس دايجرام الارقام هي مناظره لمواقعها الحقيقيه في المحطه. الان احنا نريد نحسب الكفاءه الحراريه، فلازم اول شيء نحدد مواقع النقاط على محور التي اس ومحور الاتش اس على مود نلقي جميع القيم الاتش 1 والانثالبيات، وبالنتيجه دبليو تربين. بما ان التربين جزئين فشغل التربين الهاي بريشر زائد شغل اللو بريشر تربين وتساوي H1 minus H2، هذا بالنسبة تمدد الهاي بريشر تربين، زائدا H3 minus H4 اللي هو يمثل لك تمدد اللو بريشر تربين. شغل المضخة راح تساوي H6 ناقص H،
خمسة، وبنفس القيمة نقدر نوجدها اللي هي specific volume على النقطة رقم خمسة في pressure ستة ناقص pressure خمسة. النتورك تساوي شغل التربان ناقص شغل المضخة، وتساوي H1 minus H2، هذا شغل التوربين الأول، زائد H3 ناقص H4 شغل اللو بريشر توربين، ناقص شغل المضخة اللي هو H6 ناقص H5، وممكن نستبدله بهاي العلاقة الأعلى. والكيو بويلر راح تساوي مكانين يتم إضافة الحرارة، مرة من 6 إلى 1 ومرة ثانية من 2 إلى 3 بالريهيتر. فراح تكون قيمة الكيو بويلر تساوي H1 minus H6 زائد H3 minus H2. إذا نرجع للتعريف السابق، الكفاءة الحرارية للمحطة تساوي النتورك تقسيم كيو بويلر، وتساوي هاي القيمة بالبسط اللي هي قيمة النتورك جبناها من الأعلى اللي هي شغل التربين ناقص شغل المضخة، وكيو بويلر اللي هي إضافة الحرارة بجزئين ريهيتر الجزء الثاني. ولكن مثل ما نعرف انه H6 ناقص H5 ما نقدر نوجد قيمتها، لانه H6 صار في منطقة السائل المضغوط، اذا ممكن نضيف ونطرح قيمة H5 للمعادلة هذه، وبالنتيجة H1 minus H6 راح تساوي هاي القيمة، وبالنتيجة راح تكون تساوي H1 minus H5 minus W pump اللي هي هذه. اذا نستبدل هاي القيمة بالمعادلة الافيشنسي ثيرمال، وبالنتيجة راح تكون الكفاءة الحرارية المحطة تساوي H1 minus H2 التمدد الاول بالهاي بريشر تربين، زائد شغل التمدد الثاني اللي هي باللو بريشر تربين اللي هي زائد H3 minus H4 ناقص شغل المضخة اللي هو specific volume على النقطة 5، جيبه من صفحة 10 في جداول البخار، في فرق الضغط P6 minus P5 مع الانتباه الى الوحدات. تقسيم الحرارة المضافة بالبويلر اللي هي صايرة H1 minus H5 ناقص شغل المضخة اللي هو V5 في P6 ناقص P5، زائدا اضافة الحرارة بالريهيتر اللي هي H3 minus H2. دائما الطلاب يغلطون اثناء حل الاسئلة في سواء بالكوزات او بالتمارين، انه بالريهيت سايكل لازم ننتبه انه هناك حرارة اضافية مضافة بالريهيتر اللي هي H3 minus H2، ينسون هاي القيمة، وبالنتيجة الكفاءة الحرارية راح تكون قيمة مو صحيحة. فيجب الانتباه انه اكو هناك مقدار اخر للحرارة مضافة بالريهيتر. لو همنا شغل المضخة راح تكون الكفاءة الحرارية هاي معادلة حسابها اللي هي H1 minus H2 زائد H3 minus H4 تقسيم H1 minus H5 زائد H3 minus H2. نجي نحل مثال تطبيقي على سايكل تعمل على مبدأ الريهيت. منطوق السؤال يقول an ideal reheat steam power plant، انتبه ideal تعني كل الإجراءات الانعكاسية وإجراء التمدد بالتربين عمودي نحو الأسفل. تعمل هذه المحطة between boiler outlet، نقطة خروج البويلر أو هي نفسها دخول التربين اللي هي 150 بار و500 مئوي. إذا حددنا النقطة، مواصفات النقطة رقم واحد. وبالمناسبة لما نرسم المخطط خلينا نتفق من هسه الستاندرد ترقيم الستاندرد بالنسبة للمحطات، النقطة رقم واحد هي دخول التربين، ونبدي نمشي مع خط البخار ونرقم الأرقام. بعض الكتب نقطة رقم واحد هي نقطة الخروج من البومب، لكن هاي الكتب قليلة. الستاندرد اللي ماشي اللي هو دخول التربين هو اللي يكون رقم واحد. زين، حالة البخار اللي يخرج من البويلر قلنا هي 150 بار و500 مئوي، والانتبه ريهيت اوتلت خروج البخار من الريهيتر ضغط 20 بار و500 مئوي. اغلب الحالات تكون حرارة الريهيت اوتلت هي نفسها حرارة السوبر هيت بويلر، فبالنتيجة الا فرق بسيط، لكن عادة
وأغلب الأحيان درجة حرارة الريهيت هي نفسها درجة حرارة السوبرهيت. إذا النقطة رقم 2 اللي عفوا 3 اللي هي ريهيت أوتلت، الأوتلت 3 اللي هي 20 بار، هذا الضغط 20 بار ودرجة حرارة 3 هي نفسها تي 1 اللي هي 500 مئوي. ضغط المكثف معطى بالمسألة 0.1 بار. احسب الفولوينج اللي هي الستيم كواليتي على التربين اوتلت، سايكل افشنسي، ستيم ريت والهيت ريت. لاحظ القيم بالنسبة للمكثف معطى ضغط المكثف اللي هو 0.1 بار. هنا عندي ملاحظة شوية انتبهوا لها بالنسبة لضغط المكثف، قيمته مثل ما تلاحظون 0.1 بار، وقلنا سابقا بالمحاضرات السابقة انه الضغوط لما نطبقها بالمسائل اغلبها يكون عادة اتفقنا انه هي تكون قيمتها ضغط مطلق، لكن اذا انت كنت تعمل بحث في مختبر وده تقرأ قيمة الضغط من جيج مقياس ضغط، فبالنتيجة انت سجلت قيمة ضغط المقياس، فضروري تضيف للضغط المطلق اللي هو ستاندرد مقداره تقريبا 1 بار على مود تحصل قيمة الضغط المطلق للبخار، وبعدها تقدر تستخدم الجداول. طيب الآن هاي قيمة ضغط الكوندنسر اللي هي 0.1 بار. لنفرض هسا احنا سوينا ثقب، انا دا اسأل سؤال هسا اريد منكم الإجابة. لنفرض سوينا ثقب بالكوندنسر فلح يصير تسرب، هل تتوقعون التسرب نحو الخارج لو نحو الداخل؟ من هو عنده إجابة؟ لو جينا ثقبنا جدار المكثف، ضغط المكثف نعطيكم إياه 0.1 بار ودائرة دائرة البيئة المحطة شو وين محطوط المكثف. لنفرض سوينا ثقب في جدار المكثف، فالتسرب أكيد راح يكون تسرب، لكن هذا التسرب نحو خارج المكثف لو إلى داخل المكثف. نعم دكتور، هي مو مختبرية هاي، يعني دكتور أعتقد إلى داخل المكثف للداخل للخارج، إذا مو مختبرية، وإذا مختبرية للخارج. هو إيش تعني مختبرية؟ هي محطة لنفرض تعمل بهاي القيم، محطة حقيقية تشتغل بهاي القيم. وأني جيت قيمة ضغط المكثف 0.1 بار اللي هو مثل ما اتفقنا انه هاي ضغط مطلق، فمن اجي اثقب جدار المكثف اتوقع التسرب نحو الخارج لو نحو الداخل. دكتور اذا اضفنا لها القيمة، هي هاي قيمة بالجيج ماخوذة. لا انا دا اقول بالسؤال 0.1 بار ضغط مطلق، وجيت اني سويت ثقب بجدار المكثف، التسرب طبعا دكتور راح يصير للخارج اذا ضغط مطلق. زين، غير رأيي دكتور للداخل، لأن الضغط أقل بالمكثف. زين، إذن التسرب دكتور نقارنه ويا الضغط الخارجي دكتور. زين، إيش قد قيمة الضغط الخارجي؟ 1.3 يجي تقريبا 1.03 أوثري، نعم أوثري بار عادة، يعني قريبة من القيمة. زين، يا الأكبر واحد لو 0.1 بار لأبانكم، واحد أكيد ها. إذن التسرب شو راح يكون؟ من الخارج أو من الأعلى إلى نحو الداخل. نحو الداخل دكتور، لما تروح لليسار يزيد. فإذن التسرب دائما يتجه نحو الضغط الأقل، يعني الضغط العالي يدفع الفلويد إلى اتجاه الضغط الأقل، فإذن الهواء الخارجي يمتلك قيمة للضغط المطلق مقدارها قريب الواحد بار، لكن ضغط المكثف أمامكم بسؤال 0.1 بار، فإذا التسرب نحو الداخل. لذلك المكثفات في أغلب المحطات البخارية تعمل يسموها vacuum pressure. الفاكيوم معناها قيمة أقل من الضغط الجوي بمقدار منخفض جدا، وبالنتيجة أي تسرب في جدار المكثف راح يكون نحو الداخل، بمعنى بمصطلحنا العامي يبوق هواء.
تدخل فقاعات نحو الداخل، هذه تسبب مشكلة لو تراكمت الفقاعات بالمكثف، وبالنتيجة هاي الفقاعات لح تتسرب مع المضخة إلى البرجل اللي هو تحت ظروف ضغط عالي ودرجة حرارة عالية، وبالنتيجة يصير pressure build up، وبالنتيجة يصير تآكل في ريش التربين ويسبب مشاكل. فإذا لازم أكو يونت لطرد، تضاف يونت أو وحدة إلى المكثف، هذه عمل هاي الوحدة الإضافية طرد هاي الفقاعات أو الغازات المتسربة الغير متكثفة في المكثف. هذا الشيء لح ناخذه إن شاء الله بالفصل الخامس اللي هي البرجينج يونت أو وحدة طرد الغازات الغير متكثفة في المكثف. طبعا هذا الشيء مو فقط نلقاها، هاي البرجينج يونت مو فقط نلقاها في محطات البخارية، نلقاها أيضا في أجهزة التبريد المركزية التشيلرات اللي هي ذات النوعية للطرد المركزي في البنايات والفنادق. أيضا يكون المبخر راح يكون في ضغط يعمل بأندر فاكيوم، وبالنتيجة أي تسرب للهواء المحيط داخل الفريون داخل المبخر في منظومة الفريون راح يسبب أيضا تراكم الهواء، وبالنتيجة يسبب إعاقة وانحدار في الكفاءة أو في أداء الحراري للماكينة سواء هي كانت محطة أو تشيلر تبريد. إن شاء الله هذا الشيء ممكن تأخذوه بدرس التبريد. على العموم إذا دائما نلاحظ ننتبه إلى قيم ضغط المكثف أغلبها يكون أقل من واحد، هاي لما نعطيكم المسائل واحد أقل من واحد بار اللي هي الضغط المطلق. إذن أول شيء بالمسألة حتى نحلها، طبعا منطوق السؤال هنا ينتهي، الرسومات هاي كلها أنت عليك تبدي برسم مخطط بسيط. أنا ما طالب رسم، لكن أنت ضروري ترسم مخطط بسيط للمحطة وترتب الأرقام مثل ما موضح أمامكم. النقطة رقم واحد تبديها اللي هي نقطة الدخول للترباين، وبعدها نمشي على مخطط الـ TS Diagram ونرقم نفس الأرقام ووقعها على المحطة اللي هي 2 اللي هي خروج الـ Low Pressure Turbine، بعدها يصير الـ Reheat يخرج بنقطة رقم 3 يدخل الـ Low Pressure Turbine إلى نقطة 4 التمدد بالـ Low Pressure Turbine، وبعدها يكمل طريقة الاعتيادي من 4 إلى 5 بالمكثف، من 5 إلى 6 بالمضخة، ومن 6 يرجع إلى 1 through البويلر. البويلر طبعا هي رح ندرس أجزاء بالتفصيل في الفصل الثالث اللي هو 3 مبادرات حرارية اللي هي الإيكونومايزر والبويلر نفسه اللي يصير بويلنج به والسوبر هيتر. وأيضا رح نأخذ فكرة عن المبادرات الحرارية موجودة داخل المرجل اللي هي من ضمنها الريهيتر كويل. نجي نرسم الـ HS Diagram على مود بسهولة نقدر نسقط النقاط ونقرأ قيمها بشكل سريع اللي هي قيم الإنثالبيات. نحدد النقطة رقم 1 في الـ HS Diagram، نحتاج النقطة رقم 2 والنقطة رقم 3 والنقطة رقم 4، هذني كلهن نسقطها على بالأرقام اللي موجودة أمامكم. فعندك أنت شنو مواصفات النقطة رقم 1 150 بار و500 مئوي، نجي نسقط الأرقام، هاي 150 بار القيمة مالته وهذا خط 500، التقاطع مالتهم نوجد نقطة رقم 1. ننزل عمودي بالقلم الرصاص لكن إلى قيمة وين اللي هي 20 بار اللي هي ضغط الريهيت 20 بار، هذا خط الريهيت بار خط الريهيت. فنقطة التقاطع بين 20 بار و خط التمدد بالترباين هاي بريشر ترباين تمثل لك النقطة رقم 2. نصعد خط الأخ بإجراء ثبوت إضافة الحرارة بالريهيتر بثبوت الضغط إلى النقطة رقم 3 اللي هي نحددها بسهولة من قيمة 20 بار وال500 مئوي، هاي 20 بار وهاي خط ال500 مئوي تقاطعهم يمثل لك نقطة رقم 3. إجراء التمدد باللو بريشر ترباين إجراء تمدد عمودي لأن قال ايديال، انتبه قال ايديال سايكل معناه كل التمدد بالتوربين اللي هو عمودي نحو الأسفل، من 3 ينزل عمودي إلى 4 إلى أن يتقاطع مع خط البوينت 1 بار بالمكثف. التقاطع هذا يمثل لك موقع النقطة رقم 4، وممكن بسهولة نقرأ من الـ HS Diagram قيمة الـ X4 اللي هي تمثل لك الـ Steam Quality بالتوربين Exhaust.
نجي سايكل افشنسي، ما قال اهمل شغل المضخه. اذا مس سايكل افشنسي اذا تتذكرون لازم نحتاج كل الاجات اللي موجوده بالمحطه ما عدا الانثالبي 6 ما راح نحتاجه. فبالنتيجه ممكن بعد ايجاد النقاط مواقعها بالاتش اس دايجرام اللي هو قرينا من عنده قيمه الاتش 1 واتش 3 واتش 2 واتش 4 كل هاي نسقطها بشكل افقي على محور الاتشات ونقرا قيمها، نروح للستيم تيبل على مود نجيب الاتش فلويد بالنقطه رقم 5 وسبيسيفيك فوليوم بالنقطه رقم 5. فاذا اتش فلويد عنده ضغط 0.1 بار راح نحتاجه حتى نحسب شغل المضخه لانه ما قال اهمل شغل المضخه. قيمته بالجداول 0.92 كيلو جول بير كيلوغرام، والسبيسيفيك فوليوم من البيج رقم 10 بجداول البخار نشوف قيمتها في اف تساوي 0.1 في 10 تو ماينس 2 متر مكعب بير كيلوغرام. اذا شغل المضخه راح تساوي في 5 في بريشر 6 ماينس بريشر 5. في 5 هاي قيمتها نعوضها، والبريشر 6 ناقص بريشر 5 تساوي 150 بار ناقص 0.1 بار. وقلنا هاي الوحدات ضروري البار مع الباسكال 10 أس 5 ثم نقسمها على 1000 حتى تصير بالكيلو جول، وبالنتيجة لي فوق 10 أس 5 لي جوا 10 أس 3 5 ناقص 3 لح تصير كأنه في 100 أو في 10 أس 2. فنوجد القيم شغل المضخة تقريبا 15 كيلو جول بير كيلو جرام. كيو بويلر عندك جزئين تضيف الحرارة اللي هي من 6 إلى 1 ومن 2 إلى 3 لح تكون بالنتيجة تساوي H1 minus H5 هذا الخط الطويل ناقص شغل المضخة اللي هو W pump زائد H3 minus H2. نعوض الأرقام ونشوف القيمة. طبعا هنا سهوا أنا خالها 15 بينما هنا أنا حاطها W pump 13 فأنتوا تشيكوا which one is correct. هذا خطأ مطبعي أعتقد هاي الثانية هي الخطأ. بالنتيجة نحسب الأرقام ونشوف القيمة راح تطلع كيو بويلر 3421 كيلو جول بير كيلو جرام. دبليو تربين جزئين عندك التربين من 1 إلى 2 خط التمدد الأيزوتروبيك بالهاي بريشر تربين، ومن 3 إلى 4 اللي هو خط التمدد باللو بريشر تربين. نجمع القيمتين مع بعض ونشوف دبليو تربين تساوي 1281.2 كيلو جول بير كيلوغرام. النتورك على مود نقدر نحسب الكفاءة الحرارية لازم نحسب النتورك اللي هو W turbine minus W pump. نعوض الأرقام 15 إذا هنا هي 13 لازم تكون 15 وتساوي 1266.2 كيلو جول بير كيلوغرام. نعوضها قانون الكفاءة الحرارية تقسيم كيو بويلر تطلع تقريبا 37% الكفاءة الحرارية. ونقدر ببساطة نحسب specific steam consumption والهيت ريت من تطبيق المعادلة البسيطة التالية اللي هي 3600 على النتورك، وكلها أصبحت جاهزة الأرقام تطلع 2.84. والهيت ريت نضرب السبيسيفيك ستيم كونسمشن في الكيو بويلر اللي هي هذه قيمتها راح تطلع 9715.64. ولهنا نكون انتهينا من محاضرة اليوم. نكمل مبدأ الريجنريشن لأنه نوعا ما شوية بمادة علمية وما أقدر أدمجها مع محاضرة اليوم. فنكون انتهينا من محاضرة اليوم، إن شاء الله تكونون استفادتوا، واللي عنده أي أسئلة بخصوص هالموضوع فخلي يسأل. ماكو سؤال أخذ راحتكم، شكرا جزيلا للحضور، في مالا.